في اول البانديمي هذه كنا نقول راهو صغار يتعداو ويعدي ويمرض، ولكن خفيفه الحمد لله تعدات خفيفه في 2020 من شهر ديسمبر ومن شهر بعد افريل نبهنا انه راهو التعامل مع الاطفال فيه تبدل، وتبدل صحيح من شهر جوان وقت اللي دخلت السلاله الدلتا، خاطر غيرت برشا حاجات. السلاله هذه راهي تعدي 60% اكثر من اللي قبلها، ولاحظنا انه تمس الصغار اللي اقل من عامين. وقتها خرجنا بيان الاولاني اللي نبهنا فيه انه ردوا بالنا راهو الصغار بتاعنا قاعدين يتوفاو، وقتها كانوا فما وفيات وفما بيبيات قاعدين يدخلوا لاقسام الانعاش وللمستشفيات، وبالاخص الترونش داج بين الصفر والعامين. ولا حتى الاولياء فاقوا، خاطر كنا نقول لهم راكم انتوما قاعدين تعطيو في صغاركم، خاطر العدوى ماهيش صايره في برا، صايره في وسط العائله، والبو اللي لاهي ولا الام اللي لاهي بان بيبي دو اموا ولا دو موا هو اللي قاعد يعدي فيه. وطلبنا حتى كل بو كل ام يتعامل مع ولده على اساس انه البو والام مريض يلبس ماسك نتاعو. في شهر افريل طلبنا انه نلقحوا للاساتذه، معناها كمام لنا 6 شهور اللي قلنا الكلام هذا. راهو يا ولدي ابداوا بالاساتذه لقحوا لهم، خاطر نعرفوا الحمايه نتاع الصغار تجي مع عند الاساتذه وتجي مع عند الاولياء والعائله. العدوى حتى لو موجوده بين الصغار راهي قليله، حتى لتو تقعد قليله بين الصغار في بعضهم، لكن الصغار ما لقيناش عندهم برشا حالات ايجابيه. معناها تقريبا على نجم نقول لك على 14 حاله بين 15 و18 فما حاله بين اقل من عام. لكن الوفيات وين جايين الوفيات والامراض؟ رقاد السبيطار اكثر في العام، اما الوفيات تقريبا فوق 35% نتاع الوفيات صايره في العام الاولاني، و25% ولا 30% صايره في 15 18. احنا مع تلقيح الفئه هذه نتاع 12 15 سنه، مع تلقيح الفئه هذه الجماعه اللي عندهم امراض اخرى، امراض السكر، امراض كل ما هي امراض المناعه، السمنه زاد عندنا علاقات، فهمتني، العباد اللي فما عندنا ولي صغار اللي عاملين الدياليز، كل ما هو مريض عنده امراض مزمنه اللي تقلقوا هذاك، كي تعمل له بينيفيس ريسك يا خويا نلقح له. الاقل ما خصنا الامور اوضح برشا، علاش؟ خاطر 12 سنه الاقل ما خصنا الفاكسان هذا فايزر مازال يحاول، لكن فماش حاجه ديجا اوفيسيال. دونك اللي نجم نقولوا انه توا ما فماش فاكسان اقل من 12 سنه، وعلى ذاك نرجعوا نقولوا اللي اقل من 12 سنه شكون في يحميهم؟ مادام فماش فاكسان، على ذاك نحبوا الاساتذه يلقحوا، على ذاك نحبوا الاولياء يلقحوا، وعلى ذاك نحبوا نقصوا البوس والتعنيق وكل خطف هكاك هذاك الفاكسان تاعهم موس الزريق. من شهر سبتمبر 2020 خرجنا بيان على الرونتري سكولير، وعودنا بيان اخر في افريل 2021 مع جمعيه الطب النفساني للاطفال ومع جمعيه حقوق الطفل. قلنا يا عباد ربي راهو الخطر اللي في يصير لاولادنا من المكتب اللي مش قاعدين نقراو اكثر من الكوفيد. دونك لاحظنا ديفو دابونتيسا، لاحظنا اضطرابات نفسانيه، وهذه تو العباد كل في العالم مش احنا كجمعيه قلناها، راهو احنا ما نديتيان با لا فيريتي. اليونيسيف لو ام اس هذوما اللي الجمعيات العالميه، انا عضو في الجمعيه العالميه بتاعت الاطفال، لاحظناها انه الاضطرابات النفسيه عند الولد صغار، انه ولد ولا ما عرفش كيما يتعاملوا معاه، ولد مع شقرة، ولد ولا يقعد قدام التلفاز وتعرفوا شنو الولد مسكرين عليه، فما ولي ما عادش يخليك تخرج، فهمتني؟ هذا كله فما دي سويسيد، هذا كله كتبناه. دوك كان في نواصلوا بعد عام ونص، اليوم يخرج وزير الباحث ما فيه سيد الوزير بتاع التربيه يقول البرنامج بتاع عملناه وما كملناش نحاولوا نكملوه سنة. انا نقول لك البرنامج اللي عملناه وما كملتوش ومتاع عملناه وما كملتوش وسنة ماكش تخلط. دونك الولد فما مكتسبات مو في يكمل وما خلطش عملها. دونك على ذلك احنا كنا ديما نطالبوا يجينا بالافواج نرجعوا نقراوا. تقول لي كيفاش نحميهم؟ اول حاجه توعيه، تغسل يديك ديما، مش لازم ما عندناش الجيل، مو نعرف العائلات ونعرفوا يا خويا شويه ماء وصابون، هذا ساهل ياسر، فهمتني؟ لابسين الماسك، انه قدر المستطاع المعلم كي بدا يتكلم يكون يتكلم من التابلو نتاعو، يحاول ما يكونش قريب ياسر للتلامذه ويكون لابس الماسك. دونك ديجا لا ترانسميسيون، انه زاد احنا ضد الافواج، لكن ماناش مع اللي راهو فيه اليوم والبارح، ريت حاجات اللي ما تفرحش. ثلاثه في فرد طاوله واقسام ب 40، بعد نقولوا مزين جانا، زاد الاقسام لازم تكون 40، احنا مع فوج كامل، اما فوج كامل يكون بعدد محترم. اللي ديما ناكد عليها، كيف ولادك مرضى، كي ولدك عنده علامات
ما تداويهش كما قالت جارتك ولا اختك الكبيره، لا تشوفوا طبيبنا. ومرض ولدنا نمشيو ناخذوا راي الطبيب، في يقول لك هذه علامات نتاع كورونا، وقعد في الدار اعمل تحليل ويقول لك لا ورجع تقرا. نعلم المدرس نتاعنا كيفما حالات، وحتى التسكير احنا حتى في الاتجاه نتاعنا مع المرصد اعطينا اقتراحاتنا، احنا ضد كل ما هو تسكير. التسكير نتاع المدرسه يكون حاجه اخر حاجه نجمو نعملوها. ابغى الحلال عند طب الاطفال هو تسكير القسم اللي ما يجي كان اخر حاجه، كي تسكر البلاد نسكروا الاقسام.